عارفه انه انتخابات الرئاسه المصريه بتجرى وسط حاله من الترقب العالمي، الكل منتظر النتيجه النهائيه للانتخابات، والحقيقه العالم كله بيتابع تفاصيل المشهد الانتخابي زي ما كان بيتابعه في الخارج الاسبوع الماضي، وشفنا تناول وسائل الاعلام العالميه لتصويت المصريين في الخارج. فطبعا بالتاكيد عندنا بيتم المتابعه وعندنا اعداد كبيره الحقيقه من المنظمات الدوليه ووسائل الاعلام العالميه. ايه الرساله اللي بتصل من مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات؟ بتكون ايه الرسالة اللي بتوضحها للعالم؟ اللي بتوضحها للعالم في كلمتين كده، احنا اخترناك وهنمشي وراك. الاختيار مصري صميم. وكل يعني مش بس ده، حتى المرشحين الثلاثة التانيين يعني محدش فيهم انتقد ولا قال كلمة على تحيز من اي جهة حكومية مصرية أو أي مؤسسات أو حتى في السفارات في الخارج والقنصليات، إنه خدوا حادوا عن الحياد. كله محايد وكله محايد، لأنه مؤمنين بإن إحنا بنكتب بإرادتنا بملء إرادتنا صفحة بنقول مستقبلنا فيها إيه، وخصوصا إن العالم كله ومصر على وجه الخصوص بتمر بصعوبات رهيبة. يعني إحنا النهاردة شايفين بيحصل إيه على حدودنا، وشايفين احنا مستهدفين قد ايه، وعايزين يعني نبقى بنقول للعالم كله احنا مع اللي هيقف وهيحمي بلدنا، ويقول لكم ايه الخطوط الحمراء بتاعتنا اللي ما تقدروش تتجاوزوها يعني. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، يعني برايك ما هو الاختلاف في انتخابات الرئاسه المصريه 2024 عن باقي الانتخابات؟ ايه المختلف المره دي في اجراء هذه الانتخابات وسط حاله من التعقيدات العالميه؟ طبعا بالزبط. احنا بنتابع الاحداث العالميه. هو في فرق كبير جدا، يعني زي ما بقولك يعني احنا كنا بنروح ولا ما بنروحش، الرئيس اللي منتخب واللي المفروض يجي بيجي، يعني ما فيش. انا ما يعني عمري ما رحت انتخابات الا بعد ثوره يونيو، يعني ما كنت حاسه انه هي هي، يعني ما فيش مشكله يعني في بس بقى نزلت مظاهرات تأييد لعبد الناصر ايام المعارك، ده حاجه تانية يعني، وانا بغامر حتى بحياتي يعني ما عنديش مشكله. لكن لما بيبقى في معركه حقيقيه رغم كل الصعوبات ورغم كل التهديدات اللي ممكن تتسطر لنا، الشعب المصري بيقف وقفه رجل واحد في وجه اي تحديات وبيتحدى هذه التحديات. فده اللي حصل في انتخابات 24 دي، احنا عارفين قوي 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 قد ايه احنا مستهدفين وقد ايه قيادتنا مستهدفه تحديدا، يعني لانه الكلمه اللي بنقولها دلوقتي مصر بتتسمع في العالم كله وبيتعمل حسابها. صحيح. قبل كده ما كانش فيه، ما احنا شفنا يعني انت ما عشتيش يمكن ده، انا عشت كتير من ده. لا بس احنا شفنا الفتره الاخيره يعني بعد احداث غزه شفنا الدور العظيم اللي كانت بتقوم به مصر الحقيقه، ومنذ اليوم الاول ومنذ اللحظات الاولى للعدوان الاسرائيلي يعني بعد طوفان الاقصى شفنا الجهد العظيم والضخم اللي قامت به الدوله المصريه ليل نهار للتوصل لوقف لهذا اطلاق النار، وازاي كلمتها بتتاخد بجديه شديده جدا وبمصداقية. يعني مش مثلا بيقول لك خليه يقول، لا هم عارفين ان اللي بيقولوا بيعملوا. وكمان الحقيقه يعني هو بيتنامى شعور المسؤوليه عند المراه المصريه مع الوقت، هو بيتنامى بشكل كبير جدا طبعا.